هذا الدكتور المحامي محمد البيز وغني عن التعريف، كان ضابط في الشرط وبعدين ألف كتاب، وهو عنده عدة كتب، لكن الكتاب اسمه بائعة البيز، وهذا الكتاب في حوالي قصص بائعة البيز. جميل. اسمه محمد البيز، وفي عنده قصة، القصة الأخيرة اسمها بائعة البيز. وهذه قصص مرت وأحداث جميلة جدا، حوالي 20 أو 15 قصة في هالكتب هذه اللي هو ألفها. لكن والله إني أنصح بقراءته، يعني كثير المشاهدين يقولوا عبد العزيز من وين تجيب القصص؟ هذا أحد مصادري، الدكتور محمد البيز رجل فاضل، ويمكن قلت إحدى القصص وصلت بالملايين مشاهداتها. ما شاء الله. إنسان واقع على الحادثة ويعلم كيف تفاصيلها ويعلمك في هذا. ارفع الكتاب أبو عبد العزيز. هذا الكتاب. إيه. خلها بس تجي الكاميرا. يا سلام. الله. كتاب جميل جميل، أنصح الناس بمشاهده. هو أهداني إياه وأنا والله ما طلب مني التعريف، لكن يوم قريت بعض اللي فيه. أنا ما أبي سم أقول بيّن الله وجهك. أي والله تستاهل والله الهداء. هذه اسم الكتاب، والكتاب موجود في المكتبات وبسعر مناسب جدا. ما شاء الله. ولكن فيه أحداث جميلة وقصص جميلة. ما شاء الله. اللي طلبته مني. يعني حنا بعض الكلمات القديمة لها روح. نعم. فواحد يسألونه قالوا له وش أول لا وثاني لا وثالث لا؟ قال أول لا كل جسمك ينبت فيه شعر إلا بطن كفك ورجلك لا. لا نعم. قالوا ثاني لا، قال ولد ولدك، ولدك ولد بنتك لا. قالوا ثالث لا، قال ثالث لا كلن بعقله راضي إلا بماله لا. وهذا عليا وابو زيد يتناقشون، فقالت له انت وش تكره في الحريم يا ابو زيد؟ قال اكره ثلاث. قالت منهم؟ قال اللي اذا تكلمت ازبدت، يطلع منها لغة من هواشها وصوتها عالي، وهذا مو محبذ في المرأة. صح. واذا جاعت قدرت، واذا شبعت بذرت. واضح الكلام؟ واضح. فسألها هو، قالت وش تكرهين في الرجال يا عليا؟ قالت اكره ثلاث رجال. قالوا منه؟ قالت شباب ضوه إذا خاف، ملاي بطنه إذا ضاف، نزال الوطا وفوقه مشراف. قالت القطو قال يهبى، رجال ما ياخذ من القطو ثلاث صفات. وشي؟ قالت إن جاه شبب حاضاه، مو بيجي يقول الذبيحة هذه مهيب لي، يقلط مع الرجاجيل. إن جاه شبب حاضاه الله يكرمكم ويدفن قذاه، ولا ينام إلا في عالي مبناه. قالت والكلب؟ قال يهبى، رجال ما ياخذ من الكلب ثلاث صفات اكرمكم الله. سلم. قالوا وشي؟ قالت يدل يعرف جاره ويحرس قاره ويحرس داره ويقنع بسباره، لو تعطيه عظم راح وخلاك ما يرجع لك لون جاي. الله 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 سبحان الله. قال لها والله يعزكم والملائكه والحاضرين والحمار، قالت يهبى، رجال ما ياخذ من الحمار ثلاث صفات. قالوا وشي؟ قالت يدل دربه ويمز شربه ويشيل كربه. فحنا يا اخوان ترى هذا في القرآن الكريم، تعلم الغراب شو اسمه قابيل وهابيل تعلموا من الغراب يوم دفن، فالحيوانات هذه ايضا ما وضعت عبث، حنا نتعلم منها، هذه من كلام العرب القديم. وصلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير عبد الرحمن، الله يغفر له، الله يجعله يحدثنا عنها دائما ابو سليمان.